النجم الاولمبيكي دي بوزي على الهجوم السريع محمد الجندوبي يحاول التوزيع ترجع له محمد الجندوبي محمد الجندوبي يوزع لكن التنظيم نتاع فريق عنده معناتها يعرف يصنع اللعب عنده معناتها افكار معناها موجوده تشوف معناتها فما افكار لعب اتحاد التطاوين هدف الانتصار على شبيبه القيروان وهو بالمناسبه الهدف الوحيد لاولمبيك سيتي بوزي ثقه للملاعبيه باش ينجموا بالفعل اذا الكره ترجع لبرغوبي لعروسي برغوبي يلعب مع مارك ديون محمد الجندوبي محمد الجندوبي يعمل المراوغه مازال محافظ على الكره ممتازه التوزيع والتضرب في الدفاع ثم الحارس عمليه سريعه ممتازه من محمد الجندوبي واضافه كبيره لهذا المدافع الايمن على مستوى الهجوم عنده مهمه على مستوى تتواصل العمليه لاتحاد التطاوين محمود المسعي محمد الجندوبي يوزع والكره تتعدى جانبيه تتعدى الكره تاع محمد الجندوبي جانبيه بقليل شوف الاعاده والتمريره كانت من مارك ديون محمد الجندوبي محمد عبد الجليل يلعب مع محمد السوداني يحاول يخد الكره طويله الكره لمحمد الجندوبي محمد الجندوبي يعدي لمحمد العروسي المرقوبي يلعب مع محمد الجندوبي يخرج الكره لمارك ديون مجددا في ملعب 17 ديسمبر بمدينه سيدي بوزيد ونعتذر على هذا التاخير وهذا الايمن قلت عنده مساهمه كبيره على مستوى الهجوم عنده توزيعات دقيقه ممتازه يعمل المراوغه شوفوا محمد الجندوبي ويخرج كره لاسماعيل سنقري اسماعيل سنقري والهجوم متواصل لاولمبيك سيدي بوزيد التوزيع اسماعيل سنقري سنقري حب يسدد لكن ترجع من الدفاع والكره ما زالت عند محمد الجندوبي محمد الجندوبي محمد الجندوبي يبحث عن التوزيع مع زوز سواء اولمبيك سيدي بوزيد او الاتحاد التطاوين خاصة مع ما فماش محاصرة لخاطر عنده خبرة لعب برشا مقابلات مهمة تبقى الكرة دائما لاولمبيك سيدي بوزيد سنقري يعطي كرة لمحمد الجندوبي يحب يوزع وكان الحل الفردي يروح يسدد عملية خطيرة على دفاع شبيبة القيروان